feet. Every morning when I wake, it's like a miracle. السلام عليكم طلاب الصف السادس. خلينا نفتح كتاب التمارين, كتاب الأكتيفيتي بوك, إلى البيج 45, الصفحة 45. اليوم في عنا عدة تمارين وحنحلها إن شاء الله. في عنا مراجعة على قاعدة مهمة, وفي عنا أيضا كلمات. هاي الكلمات راح نستخدمها إن شاء الله لحل التمارين اليوم. فعشان هيك خلينا نراجعها. أول شيء ران, ركض, waited, انتظر, hour, ساعة, cousin, ابن عم, meat, لحم, وأيضا meet, يقابل, الفرق اللي هو الحرف الA أو الE, living room, غرفة المعيشة. إذا في كلمات هون أنتم مش حافظينها لازم تكتبوا على دفتر الإنجليش حتى يصير عليكم مراجعتها. ماذا عن اللغة والقواعد؟ سابقا أخذنا عن الماضي البسيط وكيف أنه ممكن ندمجه في جملة واحدة مع الماضي المستمر. فبالتالي تكون القاعدة كالتالي, إحنا نبدأ بجملة ماضي بسيط ثم while اللي معناتها بينما, ثم الماضي المستمر اللي بتميز بأنه بيحتوي على was أو where بالإضافة لإضافة الـ ing إلى الفعل. على كل حال إحنا حكينا عن هذا الأمر في التفصيل, واليوم إن شاء الله راح توضح الأمور أكثر لما نبلش نستخدم هذه القاعدة في التمارين. ماذا عن exercise 7 complete and say؟ ما معنى complete؟ أكمل. مثل ما أنتم شايفين في عنا هون 4 verbs, 4 أفعال. waited, ما معنى waited؟ انتظر, أوكي انتظر. watched, شاهد. run, ما معنى run؟ ركض. ولقت, نظر. لكن looked إذا جاء وراها 4, looked for بيصير معناها بحث عن. انتبهوا لهذا الشيء المهم, look for معناها يبحث عن. طيب ما المطلوب منا؟ نوزع هاي الأفعال هنا. خل نقرأ ونفهم شو اللي بتحكي هاي الجمل. أول جملة, حسين ران in the park. اعطوني المعنى. حسين, إيش مال حسين؟ ركض, ركض في المتنزه الأولى محلولة, ران تم استخدامها. بنروح على to. اقرأ قبلي. they فراغ. four hours, ما معنى four hours يا ترى؟ لمدة ساعات. إذن هم فراغ لمدة ساعات. إيش ممكن يكون الفعل الأنسب من هاي الأفعال؟ هم انتظروا لمدة ساعات, هو عبارة عن خيار منطقي جدا. فخلينا نستخدم هون waited. waited عفوا نحاول English. أوكي waited. طيب تمام. الحقيقة هذا النوع من الأسئلة, عشان نعرف نحله لازم نفهم الجملة عشان نشوف شو الخيار الأفضل. طيب الآن اقرأوا الكلمات اللي بظللها قبلي. she فراغ, DVD هي فراغ DVD. ما هو الحل الأنسب؟ she watched هي شاهدت DVD. فبنروح نكتب هون watched, WATCHED. فبالتالي هون احنا هيك نكون حلينا هاي الفرع 3. نذهب الى الجملة التالية, 4 عالية فراغ, for her to the bear. يا ترى ما معناها؟ اعطوني معنى قبلي. عالية فراغ عن لعبتها او لعبة الدب خاصتها. هي looked for, ما معنى looked for؟ بحثت. فباجي هون بكتب looked. بنصحكم انه بعد ما يخلص هذا الفيديو تروحوا على كتبكم وتحلوا هذا التمرين بانفسكم, او اذا صرتوا حاليا لحالكم انكم ترجع بهذا الفيديو لقبل ما حليناه وتحلوا بانفسكم على ورقة وقلم. طيب الان نذهب الى الاكسرسايز نمبر 8, match and complete. في عندي هون مهمتين, match صل, complete ما معنى complete؟ اكمل. طيب ممتاز. الان هون في عندنا الجملة الاولى محلولة, اوكي بس خلينا نعرف انه كيف الحل. في عندي هون 1 2 3 4 5 6 sentences, في عندي هون 6 جمل. طب كويس, هاي عبارة عن اسئلة, 6 اسئلة كلها تبدأ بكلمة did. لو سألتكم ما معنى did شو راح تحكوا لي؟ did اذا جاءت في اول السؤال معناتها ايش؟ هل. تذكروا اذا did لما تأتي في اول السؤال معناتها هل. طب كويس, وفي عندي هون بالمقابل عندي هون 6 إجابات. كل سؤال يبدأ بهل جوابه إما no وإما yes.
فهون زي ما انتم شايفين هم مختارين كل الاجابات نو. طيب ممتاز، فعندي كل الاجابات هون نو. طيب اذا انا بدي اقرا السؤال، انظر في الشاشه هيك. اوكي انا بدي اقرا السؤال، وبعد ما اقرا السؤال بدي اشوف يا ترى ما هي الاجابه الانسب لها. ممكن شخص يحكي والله يا استاذ انا حاس انه يعني الامور هون راح نتخربط فيها كثير. بحكي لكم الان في طريقه، في اسلوب عشان نتعامل مع هذا السؤال عشان نبسط الامور، وانتبهوا حتى تعرفوا شو هذا الاسلوب. ناتي للسؤال، did you، ايش يعني did you؟ هل انت، كويس، هل انت. طيب واحد بيسالك هل انت عملت كذا وكذا، راح تحكي كلا انا لم افعل، صح ولا لا؟ طيب اذا معناته كل سؤال يبدا بهل انت الجواب تبعه راح يكون انا، كلا انا كذا وكذا، ما راح تقول كلا هي او هو، انا. لما بسالك عنك انت هل انت، راح تقول نعم انا او لا انا لم افعل كذلك. فاذا انا بدي جواب يكون في انا، يعني اي. باختصار السؤال اللي فيه يو الجواب لازم يكون في اي. طيب نيجي هون على الاجابات من عند A ل F. هاي عندي شي، شي، اي، هي، شي، ذي. اذا هذا هو الجواب. طيب وحتى نتاكد راح نقرا السؤال نفهمه، نقرا الاجابه ونفهمها ونشوف الكلام منطقي ولا لا، وخلال هاي العمليه راح اكمل هذا الفرق. نقرا 2. ماذا يقول السؤال 2؟ Did، اقرأوا قبلية على فكرة. Did you drink a glass of water؟ قراءة أسرع. Did you drink a glass of water؟ ما المعنى؟ أعطوني المعنى مجرد ما أشر، أعطوا المعنى قبل ما أحكي أنا. هل أنت شربت كأسا من الماء؟ هل أنت شربت كأس من الماء؟ الجواب عندي هون No، كلا، I didn't، أنا لم أفعل. طيب I فراغ، a glass of milk، شو يعني أنا فراغ؟ إيش يعني glass of milk؟ كأس من الحليب. شو لازم أكتب هون؟ واحد بيسألك هل أنت شربت كاسة مي؟ تحكي له لا، أنا فراغ كاسة حليب، أنا شربت كاسة حليب، صح ولا لا؟ منين جبناه؟ لأنه هاي الفعل عندي هون drink، يشرب، فبالتالي بستخدم هون نفسه I drink. لكن في شيء، أنا أشرب ولا شربت؟ شربت. فdrink، drink هاي اللي موجودة عندي هون هاي مضارع، معناتها يشرب، بدي شربه. إيش الماضي من drink؟ drank. ما الماضي من drink؟ drank. إذا أنتم مش حافظين إنه الماضي من drink هو drank، يعني يشرب drink وشرب drank، لازم الآن توقف الفيديو وتطول ورقة وقلم أو الدفتر الإنجليش والقلم وتكتبوا إنه drink يشرب ومقابلها drank شربة. الماضي راح تحتاجوها كثير في الامتحان وفي السنوات القادمة. طيب أوكي، إذا إحنا خلصنا هاي؟ نعم خلصناها. نأتي إلى 3. الآن صار واضح كيف راح نتعامل مع هذا السؤال. Did غادة visit her cousin؟ أوكي طبعا في شغلة هون نسيتها، سي، بدي أكتب هون سي. عرفتوا إيش يعني؟ أوكي يعني 2 هذا السؤال جوابه سي. أوكي طيب نرجع لثلاث. 3. Did غادة visit her cousin؟ اعطوني معنى الكلمة بأشر عليها قبلي. هل غادة زارت بنات عمها؟ هل غادة زارت بنات عمها لأنها cousin معناتها ابن عم أو بنت عم؟ هل غادة زارت بنات عمها؟ إيش رأيكم؟ الآن هسه بدنا نيجي نفكر في الجواب. إحنا بنحكي عن غادة، فراح يكون الجواب نعم أو لا. طيب هم كلهم لا، لا أنا ولا لا هو ولا لا هي. إحنا بنحكي عن غادة، ذكروا راح أحكي هي. إذا أنا بدي أدور على جواب فيه هي، فبالتالي A ممكن محتمل وB لأنها في شيء. أوكي إذا هذا محتمل، وفي عندي E كمان محتمل. لاحظوا أنا ما قلت الجواب A أو B أو E، أنا عملت هيك حتى أختصر على نفسي إني ما أفكر بD وF. طيب كويس، الآن أفهم السؤال، هل غادة زارت بنات عمها؟ بدي أجعل الخيار الأول ممكن اللي هو A. لو كان هو راح نحكي No she didn't، كلا هي لم تفعل، هي فراغ أجدادها، يعني هي زارت أجدادها، منطقي جدا.
هل غادة زارت بنات عمها؟ لا، هي زارت جدها وجدتها. أوكي، إذا منطق 100%. فأنا شو بسوي الآن؟ خلاص، إذا الجواب هو عبارة عن A. باجي بكتب هنا she. أوكي، هنا she هي visited، هي زارت جدها وجدتها. يا أستاذ ليش حكينا هون visited؟ السؤال بيسأل هل غادة زارت ناس معينين؟ نحكي لا، هي ما زارتهم، هي زارت جدها وجدتها، صح ولا لا؟ ما راح أحكي هون إشي غير زارت، تمام؟ إذن الجواب عندي إيش هو؟ الجواب A. فبروح أنا وأكتب هنا A، تمام؟ السؤال 3 الأنسر تبعه A. كويس، ممتاز ممتاز. إذن إحنا خلصنا الآن من سؤال، من سؤالين وجوابين. نأتي إلى 4، نقرأ 4. اقرأوا قبلي. Did they go to the library؟ قراءة أسرع. Did they go to the library؟ المعنى، اعطوا المعنى قبلي. هل هم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى المكتبة. أيوة، السؤال عن مين يا ترى؟ عني أنا؟ عنك أنت؟ عنه ولا عنهم؟ عنهم، they. إذن الجواب كمان راح يكون عنهم، they. فبالتالي بدي جواب يكون في they. بدور هون في الأجوبة، بلاقي أنه they موجود فقط في F. أي شيء هي شيء ما لي دخل فيهم، they. أوكي، إذن هذا هو الجواب، الجواب F. طب كويس، شو لازم أكتب هون عشان أعرف شو لازم أكتب هون؟ بدي أقرأ السؤال أفهمه. السؤال بيحكي Did they go to the library؟ إيش المعنى؟ هل هم ذهبوا إلى المكتبة؟ ممكن واحد يحكي أستاذ go معناتها يذهب، ليش ترجمتها ماضي ذهب؟ بحكي لكم لأنه في عندي هون did، وdid بدل على الماضي. did إلها عملين، أول شيء معناتها هل، والعمل الثاني كمان بتحكي لك هذا السؤال افهمه ماضي، إيش صار في الماضي. هل هم ذهبوا إلى المكتبة؟ هل هم ذهبوا إلى المكتبة؟ كلا، الجواب بحكي كلا، هم لم يفعلوا، هم فراغ إلى المتحف. هم إيش؟ هم ذهبوا، صح ولا؟ بس أنا بدي أكتب هون يذهب ولا ذهب؟ ذهب. ما معنى ذهب؟ went. يا أستاذ ليش حكينا went؟ ليش ما حكينا go؟ إحنا بنحكي عن شيء في الماضي. هل هم ذهبوا إلى المكتبة؟ لا، هم ذهبوا إلى المتحف. لو حطيت هون go شو بتصير؟ هم يذهبوا إلى المتحف. ما بيزبط واحد بيحكي لك هل هم ذهبوا، تحكي له هم بيذهبوا، بتحكي له هم ذهبوا. واضح؟ السؤال في الماضي، الجواب في الماضي. go يذهب، ماضيها ذهب، ذهب في الإنجليزي معناتها went لأنه فعل غير منتظم. إذا مش حافظهم الآن امسك الورقة والقلم أو دفترك والقلم وأكتب إنها go معناتها يذهب وماضيها went اللي معناتها ذهب. نأتي الآن إلى 5، السؤال الخامس. اقرأوا 5 قبلي. Did Asma meet her friends in a cafe؟ طيب كويس، Did Asma meet her friends in a cafe؟ أعطوني المعنى بسرعة. هل أسماء قابلت صديقاتها في المقهى؟ أوكي؟ طيب، هنا عفواً أنا نسيت أحط إف. طيب نرجع مرة ثانية، هل أسماء قابلت صديقاتها في المقهى؟ عن مين نحكي إحنا؟ عن أسماء. شي، يعني الجواب لازم يكون في شي، هي، ما رح يكون هي هو. فأنا عندي هون شي، هاي واحد هون، ممكن هون، وفي كمان عندي هون. أوكي طيب تمام، إذا أنا عندي خيارين B و E، أي واحد منهم بدي أفهم هسا. هل أسماء قابلت صديقاتها في المقهى؟ في عندي هون B بتحكي كلا هي لم تفعل، she فراغ her friends in the park. ممتاز، إحنا بنحكي عن her friends in a cafe، لا هي قابلت her friends صديقاتها في متنزه. لاحظوا كيف المنطقية في السؤال والجواب والترابط. أوكي، فبنيجي هون إحنا بنحكي هي قابلتهم، she met. ليش يا أستاذ حطينا met؟ لأنه met قابلة وmeet يقابل، مضارع ماضي. إذا مش حافظينها اكتبها لنا على الدفتر. حقيقة إذا فيها أشياء أنتم مش حافظينها وما تكتبوها يعني للأسف يعني ما أظن أنكم راح تكونوا ممتازين جدا في اللغة الإنجليزية. على كل حال B، الخيار B بحطه هون.
يعني تخيل حالكم مثل بالصف لما الاستاذ يحكي يلا نقولوا على اللوح نقولوا هاي الملاحظه المهمه زي هيك لازم. اوكي ناتي الى اخر سؤال. Did Hiba اقراوا tidy up her bedroom. Did Hiba tidy up her bedroom. اعطوني المعنى. هل هبه رتبت غرفه نومها؟ غرفه نومها هبه. احنا بنحكي عن مين؟ عن هبه. اذا شيء اكيد هذا الخيار الاخير. اذا اي هي عندي اي. فبروح اول شيء بكتب هنا اي. السؤال هذا جوابه اي. حلو جيد جدا. هسه بدنا نكمل هنا حط فعل. الفعل هون عندي tidy up راح يكون الماضي منه. طيب الان هل هبه رتبت غرفه نومها؟ كلا هي لم تفعل. هي ايش؟ غرفة المعيشة. هي رتبت. اوكي فبنكتب هون tidied up. اوكي tidied عفوا. اوكي لا في خطأ هون بالإملاء. اوكي tidied هون دي up. اوكي tidied up living room. Very nice. حلو كثير. طيب احنا هيك كملنا لانه على فكرة هنا دي هو حل السؤال الاول اللي كان محلول اصلا. خلينا نروح على التمرين التالي. اوكي نذهب الى التمرين التاسع. خلينا نمحيه. اوكي هاي محيناه. اوكي الشاشة الان نظيفة. ممتاز. ايش المطلوب عندي هون؟ بحكي لي write. ايش يعني write؟ شو رايكو؟ اكتب. About you. ما معنى about you؟ عنك. اكتب عنك. طيب كويس بدي اكتب عن حالي. انتو كل واحد لازم يكتب عن نفسه. انا بعطي اجوبة مقترحة واذا انتو حابين تغيروا وهذا الافضل انه كل واحد يكتب عن نفسه. طيب في عندي هون فراغ. while ما معنى while؟ بينما. هاي الكلمة من اهم كلمات هاي الوحدة. ما بيصير ما تكونوا حافظينها. بينما. I was ما معنى I was؟ انا كنت helping mom اساعد امي. انا كنت اساعد امي. على فكرة هاي الجملة ماضي مستمر. كيف عرفت؟ لأنه في عندي was والفعل هون أخذته ing. أنا كنت أساعد والدتي. طيب كويس. هاي لها دخل بالقاعدة اللي هون. هاي while بعديها ماضي مستمر. وهاي while وبعديها ماضي مستمر. شو بدي أحط قبلها؟ ماضي بسيط. على فكرة أمر بسيط كثير. شوفوا كيف. بدي يكون في إشي حدث بينما أنا كنت أساعد أمي. إيش ممكن أحكي؟ أنتوا أعطوني جملة مفيدة. آخرها بينما أنا كنت أساعد والدتي. ممكن واحد يحكي أنا غسلت الأطباق بينما أنا كنت أساعد والدتي. ممكن واحد ممكن يحكي رن الجرس بينما أنا كنت أساعد والدتي. كمان صحيح. ففي أجوبة كثير. المهم أنه يكون في الماضي لأنه أنا كنت أساعد والدتي. فبالتالي أكيد الإشي الثاني بده يكون في الماضي. طيب أنا بدي أحكي أنا غسلت الصحون. كيف أحكي أنا؟ I. ما معنى يغسل؟ wash. طب كيف أخليها غسلت ماضي؟ ed منتظم. أنا غسلت. ماذا غسلت؟ ال the صحون dishes. أوكي ولو حكيت the plates it's okay. ممتاز. إذن أنا هيك حليت السؤال الأول. قبل ما نكمل خلينا نذكركم إذا لحد هسه ما اشتركتوا في القناة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعطون إعجاب لهذا الفيديو الآن قبل ما تنسوا. الآن يريد تعمل هذا الشيء وبآخر الفيديو بس ينتهي يريد تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين. خلونا الآن نكمل الجواب. ماذا عن to؟ اقرأوا قبلي. I started to laugh while I was. اطول المعنى. أنا بدأت أضحك بينما أنا كنت. إذن هاي ماضي. أنا بدأت أضحك بينما كنت. فكروا بجملة مفيدة. أنا كنت أضحك بينما أنا كنت. أنتوا مثلا كنت ألعب التنس. تزبط صح؟ أنا ضحكت بينما كنت ألعب كرة التنس أو لعبة التنس. أوكي. While I was بينما أنا كنت ألعب. Play ولا playing؟ Playing. ليش يا أستاذ playing؟ أنتوا ناسين أنه بعد while بيجي ماضي مستمر. والماضي المستمر الفعل لازم ينتهي بالING. لا تنسوا هاي المعلومة. في عندي was بعدين ING. بينما أنا كنت ألعب إيش؟ تنس. هاي full stop. أوكي نأتي إلى 3. جميل. فراغ. while. إيش معنى while؟ بينما. I was. إيش يعني؟
أنا كنت watching a DVD، كنت أشاهد DVD. طيب إيش ممكن يكون حصل بينما أنا كنت أشاهد DVD؟ ممكن واحد يحكي أنا شربت عصيرا بينما كنت أشاهد DVD، منطقي جدا صح ولا لا؟ الآن نيجي هالنقطة، كيف أحكي أنا؟ ما معنى أنا؟ احكوا لي. I شربت، تتذكروا؟ لا حد يحكي drink، drink يشرب، بدي شربت drank. أوكي، بعض العصير كيف أحكي بعض؟ some، وعصير juice. حلو، شو صار عندي هيك؟ جملة حلوة كثير. I drank، أنا شربت some juice، بعض العصير، while I was watching DVD. حلو جدا. لاحظوا الآن هسه صار هيك أصعب شوي. الآن هو بس عندي I was. إيش معنى I was؟ أنا كنت. بدك تحكي أنا فعلت كذا بينما أنا كنت أفعل كذا. طيب مثلا كيف؟ يعني ممكن نحكي أنا رأيت صديقي، هاي ماضي بسيط، أنا رأيت صديقي بينما أنا كنت مثلا ألعب كرة القدم. حلو كثير. طيب خلنا نكتب مع بعض، كيف أحكي أنا رأيت صديقي؟ ما معنى أنا؟ نقلوني. I رأيت so، ما معنى صديقي؟ my friend. أوكي، my friend. ما معنى بينما؟ while. بينما أنا كنت مكتوب عندي أنا كنت، أنا رأيت صديقي I saw my friend while I was كنت ألعب كرة القدم. ما معنى يلعب؟ play، أحط ing. تعرفوا ليش؟ لأنه ماضي بسيط مستمر، ماضي مستمر. while I was playing كرة القدم football. full stop، نقطة. حلو، هسا الآن لاحظوا الجملة الأخيرة فاضية، فاضية جدا. أوكي، طبعا إن شاء الله الدرس الجاي راح يكون في الوحدة التالية، راح إن شاء الله نكون مع بعض، خصوصا إذا أنتوا اشتركتوا في القناة. أنا الآن هسا بدي أعطيكم حل مقترح، إيش رأيكم نكتب هون مثلا أنا رأيت أبي، أو لا أنا اشتريت، هنستخدم فعل جديد لأنه رأيت استخدمناها، أنا اشتريت أوكي بعض التفاح بينما أنا كنت أمشي في السوق. ترى تفكروها صعبة، سهل كثير. أول إشي هيك نجزئها، كيف أحكي أنا اشتريت؟ لاحظوا لما تفكروا فيها جزء جزء سهل كثير عبين ما تتعودوا. أنا اشتريت I، ما معنى يشتري؟ يشتري باي، بس أنا ما بدي يشتري، بدي اشتريته. أوكي، بدنا اشتريته بوت ماضيها أخذناه قبل وقلت لكم أنه اكتبوه، إذا ما كتبتوه قبل لازم الآن تكتبوه على الدفتر. بوت اشترى، أنا اشتريته بعض التفاح، ما معنى بعض؟ مرت معنا صم، تفاح apples. بينما while، بينما أنا كنت I was عفوا أنا كنت، أنا كنت أمشي، ما معنى يمشي؟ walk، walking. تذكروا عندي ماضي مستمر بعد while لازم أستخدم الwas والing أو الwhere بدل was. بينما أنا كنت أمشي في السوق، ما معنى في السوق؟ in the market. أوكي، إذا كان درس اليوم مفيد لكم ياريت ما تنسوا تفعيل، ياريت ما تنسوا تعطوا لايك وإعجاب في القناة. صدر أدم سعيد يحييكم، نراكم في دروس قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Every morning when I wake, it's like a miracle.